السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. اليوم كما كتشوفوا معنا الآن كنتواجدوا أمام القنطرة اللي كتربط بين سلا والرباط فوق وادي أبي رقراق. ثم غادي نتحدثوا على مشروع هدم، كما تعرفوا واحد المشروع هنا ضخم كان غيتبنى بجانب مارينا ديال مدينة سلا، ثم هدم بسبب غضبة ملكية. غادي نحاولوا نعرفوا التفاصيل ديال هذا المشروع، تابعوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا التفاصيل ديال المشروع. وقبل ما نبداو هذا التعليق حول هذا المشروع الإخوان، كنبغيو نشكروا كاع الناس اللي كدعمنا سواء من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، الناس اللي كتشجعنا سواء باللايك أو بتعليق أو بملاحظة في الفيديو أو باشتراك، أو الناس اللي وضعت الثقة ديالها في قناتنا باش نزيدوا القدام بالقناة إن شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر، تابعوا معنا الفيديو باش تعرفوا التفاصيل ديال هذا المشروع. بالنسبة لخوتي، المشروع اللي كان غادي يتبنى في هذا المكان اللي عوض بملاعب ديال القرب، هذا المشروع اللي كان أطلق عليه بجرين تيك فالي، رصد له مبلغ استثماري بقيمة ديال 2.5 مليار ديال الدرهم على مساحة 3 ديال الهكتارات، وكان غادي يكون فيه مكاتب ومصحات ومركز تجاري كبير، بالإضافة إلى وحدات سكنية سياحية. بالنسبة للإخوان، هذا المشروع اللي قلنا تبنى كان يتبنى في هذا المكان، كتروج بعض المعلومات حول زيارة الملك لهذا المكان، أي مرور الملك بهذا المكان ولاحظ بأن هذه البناية ديال هذا المشروع ديال اللي قلنا ديال هذا المول وهذا المشروع بأنه تجاوز العلو ديالو المسموح، وبالتالي كان كيدرج مارينا ديال سالا. وبسبب هذا العلو اللي قلنا ديال هذا المشروع هذا، قد أعطى الملك الأوامر لتغيير المشروع بملاعب هذا القرب، وتم الهدم ديال هذا المشروع وإعادته إلى الصفر وتعويضه بهذا المشروع اللي كتشوفوا قدامنا ديال ملاعب القرب. بالنسبة لإخوان، هذا المشروع هذا اللي قلنا تعوض بملاعب ديال القرب، وهو دار فيه قلنا كما قلنا من قبل ملاعب ديال القرب مخصصة لمختلف الرياضات منها كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى فضاءات أخرى مخصصة للترفيه. حسب المعلومات والمصادر التي طلعنا على المعلومات حول هذا المشروع اللي قلنا الإخوان، بأن هذه البناية هذه اللي تم الهدم ديالها تقريبا كلفات حوالي أي البناء ديالها حوالي 10 مليون ديال الدرهم، وهذا الشيء كله من مصادر خاصة بالمشروع. وهنا الآن الإخوان فين كنشوفوا الآن فين كنصور لكم، فهذا هنا بالضبط فين تم تعويض المشروع الذي هدم اللي قلنا عليه، تم الهدم ديالو وتعويضه بملاعب ديال القرب. بالنسبة للموقع بالضبط ديال هذا المشروع، فهو كيتواجد أمام محطة الترام ديال باب المريصة. بالنسبة للإخوان، الهدم ديال هذا المشروع اللي كنا قلنا كان تيتبنى في هذا المكان هذا اللي كنصور لكم الآن، فهو كان سنة 2018 فاش تم الهدم ديالو، فاش تم الهدم ديال هذا المشروع. وبالنسبة للرأي ديالي حول هدم هذا المشروع هذا، الصراحة كان قرار جميل من جلالة الملك، يعني يجب ترك مساحات بالنسبة للملاعب القرب ومناطق خضراء ومناطق ترفيهية كي يستفيد منها الشباب هناك في هذه المدينة. أما بالنسبة للمشروع اللي تم الهدم ديالو فهو غيكون حسن، يعني إلى تم التحويل ديالو إلى مكان خارج المدينة بقليل، ويكون في مناطق شاسعة، لأن بالنسبة للمول وبالنسبة لدك المراكز التجارية يعني الصراحة تخص تكون خارج المدينة بقليل،
وما تكونش بالضبط في التجمعات السكنية. نخليكم الآن تلقيوا نظرة حول ما بين مدينة سلا ومدينة الرباط. كيف ما كتشوفوا معنا الآن، بالجهة اليمنى توجد مدينة سلا، ثم بالجهة اليسرى من الواد على اليسار كتواجد العاصمة المغربية الرباط. كما تشوفوا معنا الآن من الجهة الأخرى، هذه هي العاصمة المغربية الرباط، ثم على اليمين مدينة سلا. هنا يعني كما كتشوفوا معنا صومعة حسان هي اللي كتبان على اليسار ديالنا في الصورة، صومعة حسان بالعاصمة المغربية الرباط. من هنا ما بقى لي إلا نودعكم وكنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل للقناة. إلى عجبكم الفيديو واستفدتم من المعلومات اللي ذكرنا اليوم في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا جيم للفيديو وتعليق أو أي ملاحظات خليوها لنا في الكومنتير، وتشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا.